طيب الان خلينا نكمل بعض المهارات البسيطه، بعدين حنخش على الموشن يا صبايا. في عندي هنا بعض الاشكال، صح؟ شايفين الاشكال هذه يا صبايا؟ لاحظين الاشكال هذه، هي الشكل صح؟ وين مركز الشكل؟ اي موجود هنا صح؟ مركز الشكل، مركز الشكل موجود وين؟ هاي هنا عادة يكون في المنتصف، تمام؟ كيف احنا ممكن نغير اللي هو الروتيشن خاص بالشكل؟ بضغط انا هنا كليك يمين على الشكل نفسه، في حاجة اسمها اللي هي روتيت، ترانسفورم روتيت. قديش بدي الفه؟ 90 درجة. نحدد اللي هي الروتيشن ترانسفورم، طبعا هنا موجود هنا الترانسفورم على فكرة، ممكن انا اعمل روتيشن من خلال الطريقة هذه. لاحظوا انا في عندي اكثر من شكل من اللي هو اضافة اللي هو ترانسفورم، وفي عندي عدة اشكال، يعني نخليها دوران محدد، تمام. وطبعا الروتيشن هنا كذلك ممكن اغير بالرقم يا صباح، مش شرط ان التزم بمجال معين، مثلا خليها 900 واضغط انتر، او 800 مثلا، 800 انتر. بعد هنا ما الى بزاوية معينة، هاي الفكرة، انه انا ممكن اغير روتيشن من خلال الاشكال. في عند الميرور، عارفين الميرور انعكاس المرآة، سواء بشكل افقي او بشكل رأسي، او بشكل رأسي. هذه عملية الانعكاس خاصة بالمرآة، انعكاس المرآة الافقي او الرأسي، افقي او الرأسي، تمام. هذه الخاصة بعملية اللي هو الترانسفورم. طيب لو كان عندنا اكثر من شكل زي هيك، تمام، بدي اثبت، بحدد الاشكال كنترول، بحدد الاشكال او بالسلكشن زي هيك، حددت الاشكال، بجي بعمل كليك يمين، هاي اسمها ايش؟ جروبينج. ايش يعني جروبينج؟ تجميع. بقول له جروب از جروب، كمجموعه. في بوتون وميوفي واز شيب، از شيب مثلا لو عملتهم از شيب بقول له يس، كلهم بحول لي اياهم لشيب واحد، بصير نفس الجروب بصير شيب واحد. اذا كان بدك تثبتيه كنترول زد تراجع، لو بدي انا احولهم لجروب فقط بعمل لي اياهم داخل جروب. شايفين الجروب هذه؟ يعني بيعمل نفس، بينشئ جروب جديده، حد بيسميها جروب، بضيفها. ما حكينا عن هذه للاخفاء، وهذه للتثبيت، هذه لتثبيت الحدود، تثبيت الحدود، معرفه حدود الشكل، حدود. لحظة انا بطلع لي بس حدود الشيب، حدود الشيب، تمام. هنا ايش؟ تثبيت الشكل نفسه بحيث ما يتحركش. هنا اظهار واخفاء الشيب، او اظهار واخفاء المكون انا بشتغل عليه. طبعا الجروبينج انا بفضل لما تيجي تعملي جروب، مفروض ما تعمليش جروب. طبعا لاحظي انه في فرق في العمل. لاحظي هنا في الجروب ايش اعطاني؟ اعطاني مجموعه من الشيبس ممكن احررها واضيف واغير اللي بدي اياه. لكن في التايم لاين اعطاني اياه ايش؟ واحد. ما اعطانيش اياه اربع شيبس. بالتالي انه في التايم لاين ممكن احرك كل الاشكال مع بعض كجروب واحد، هاي فايدة الجروب از جروب. وبالتالي يعني جروب از جروب بحركهم كلهم مع بعض، وبقدر احررهم نفسهم كل واحده لحالها. ممكن احرر الواحده لحالها، مثلا هذا لون احمر خليها مثلا اصفر، اغير او ازرق، اي شيء، تمام. ممكن اغير الالوان، اغير الشكل، اغير الحجم، ها اللي بدي اياه داخل الجروب، داخل الجروب نفسه، تمام. داخل الجروب نفسه بقدر اغيره، على عكس لو انا عملتهم جروب از ايش؟ از شيب. يعني جينا هنا شيفت كليك جروب از شيب، كلهم بتحول. حتى بقول لك حتلغي كل الاعدادات القديمه وحتصير شيب واحده، هي صارت شيب واحده. شايفين الشيب؟ صارت شيب واحده، بقدرش اغير في المكونات الداخليه، تمام؟ لا شيب، بتصير شيب واحده، تمام؟ اي ديليت. هذه بعض الاشياء. ايضا في الاضافات، خلينا نعمل انسيرتنج للموجود عندي. يعني انا انسيرت على التايم لاين، في عندي طريقتين للانسيرت الملفات. ايش الملفات اللي بقدر اضيفها؟ بضيف سين جديده زي ما حكينا، بوتون، موفي كليب، اكسترنال ميديا. اكسترنال ميديا مقصود فيه سويتش ماكس، يعني مشروع ثاني، انا ادمج مشروعين في بعض، تمام. امبورت ساوند، صوت لحال، فيديو لحال. طبعا موفي كليب غير عن الفيديو، موفي كليب عبارة عن برضه مشروع سويتش ماكس، بس عبارة عن ايش؟ أكثر من تراك، أكثر من تراك فيديو، أكتر يعني حركة صورة مع نص مع كذا، ومعمولة محفوظة على أساس
موفي كليب، موفي كليب تمام. في عندي كذلك انسيرت ايش كمان يا صبايا، فيديو ايمج، فيديو بجيب فيديو لازم مقطع فيديو، اما انسيرت موفي كليب بنشئ لي ملف موفي كليب لازم له سورس له لاي اوت له تصميم معين تمام. في عندي ايضا ايمج ممكن اضيف ايمج صوره عاديه، ممكن اضيف انيميشن صوره انيميشن صوره حركه، ممكن اضيف فيكتور. ايش الفيكتور يا صبايا؟ خدناه اول محاضره، خدنا بيكسل وفيكتور، بيكسل وفيكتور يا بيكسل وفيكتور، قلنا في صور بيكسل في صور فيكتور، مش قلنا احنا الخطوط والاشكال ممكن ترسم بمعادله، وبالتالي ما اجي اكبرها بصيرش عندي اللي هو الغبش. هذه الفيكتورز انا صممت على اوتوكاد، ممكن اسحب لي صممت شكل على الاوتوكاد وسحبته بسحب لي من خلال الفيكتور، ضلها واضحه يعني ما اكبر بصيرش فيها اي مشاكل، لانها اساسا بستخدم ايضا سكريبت. هي السكريبت شايفين السكريبت، بستخدم اكواد وارقام، بالتالي معادلات رياضيه ممكن اضيفها وبالتالي بحافظ على الجوده. هذه ايش السكريبت، حولناها على السكريبت. لاحظي انا لاي اوت والسكريبت، طلع في فرق بين اللاي اوت والسكريبت. في ايضا امبورت تكست، انا عندي مجموعه من النصوص مع بعض بضيفها مع بعض، هذا بضيفها وين لما بعمل مشروع في نص بدي اياه طالب يسمى ينتقل الصفحه التاليه، الصفحه التاليه انتقل على الشاشه السين اللي بعديها او الشاشه اللي بعديها. وفي مجموعه من النصوص ومثلا صوره بتحكي عن نص بيحكي عن الصوره هذه، فبصير يقرا بالرول، ممكن اضيف مجموعه من النصوص. طيب اول طريقه. في طريقه ثانيه من خلال الكونتنت اني اضيفها على اللايبراري، اني اضيف اعملها مكتبه واضيفها عندي، اضيفها مكتبه واضيفها عندي، فبقول او ممكن فايل امبورت. لاحظي هنا في الفايل امبورت طبعا لاحظي التو ستيج، هي الاوتلاين هو الستيج، الستيج المسرح. ايش يعني المسرح؟ اللي هي هذه، هذا هو المسرح، هذا هو المسرح، فبيضيفه وين؟ في الاوتلاين. الاوتلاين يمثل المسرح، لو بدي اضيفه مباشره صوت او فيديو او ايمج او كذا مباشره على النوايا، مثلا ضفنا ايمج، هاي ايمج مثلا، هاي صوره العصفور، وين العصفور؟ هاي العصفور، مباشرة بيضيف لي اياها وين؟ على الستيج، ضاف الصورة. لكن لو قلت له فايل امبورت على اللايبراري الايمج، وهذا الافضل ان اضيفه على المكتبة، هل ضافه؟ ما ضافوش، ضافه وين؟ على المكتبة. نيجي هنا على الكونتنت لايبراري، ايش بيعطيني؟ هاي بقول انا ضايف عندك في الريسورس الانترنال ايمج ريسورس اللي هي الصورة. حتى لو حفظت كنترول اس هاي بقول لي احفظ لي اياه، احفظه مثلا على سطح المكتب، أضيف مجلد جديد، هذا جديد مثلاً، وهي موفي واحد سيف، يس تمام، بالتالي بكون حافظ لي إياه على مجلد جديد اثنين، هاي المشروع، وهي الـ SBK. يا روان في عندك مشكلة أنت يا روان، أنت بتحذف في الـ SBK، الـ SBK اللي هي PK يعني باك أب، باك أب. اللي هو مرجعية، لا مش امتداد، المرجعية الـ SWI هذا امتداد المشروع عندك، فاكرين BRGB ومش عارف ايش والسيشن، هذا المشروع، المشروع عندي ايش؟ SWE، شغله مين؟ لأن عامل سويتش ماكس، بالتالي أنا مشروعك لازم يكون معمول على سويتش ماكس، وبالتالي بيظهر معي المشروع التالي، تمام؟ المهم الفائدة الأساسية إنه بحافظ على ريسورسز، ممكن أنا أضيف ريسورسز متعددة على اللي هو البرنامج. ايضا في عندي الكومبوننتس الموجوده هنا، فاكرين ال 3D؟ هاي 3D 2D و 3D الشيبس الموجوده هنا، ممكن انا اساسا تكون موجودات هنا. طبعا بالنسبه للاوتو شيبس موجوده، هاي الاوتو شيبس، مش بس شيبس، في عندي ايضا بانرز، بانرز جاهزه ممكن انا اضيفها. كيف بضيفها؟ سحب وافلات، اي سحب وافلات تنضاف عندي او كليك هنا، سحب وافلات نضاف عندي البانر والاشكال اللي بدي اياها. الكومبوننتس من ضمن الكومبوننتس بعض مثلا الشيبس اللي فيها حركه زي اللودينج سايكل، هاي لودينج سايكل هيها ظهرت عندي موجوده تمام، بعملها تشغيل لازم انا بتعمل لودينج 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 تمام. هذه اشكال موجوده وين؟ موجوده في الكومبوننتس، انت تطلعي عليها. لو جيت هنا عندك انت حيكون واضح اكثر مني تمام.
حيكون واضح عندك أكثر. ليش؟ لأنه المساحة عندي قليلة في العمل. فلاحظي هنا حيكون عندك ها مجموعة من الأشكال progress shapes. طبعا أيضا shapes في عندي shapes في إلها حركات موضوع حركة بالون. ممكن حتى هذه طبعا كلها متحركة، صور متحركة لو حركناها. لا هذه مش متحركة، هي ثابتة. طبعا انت ممكن تحركيها، تعملي لها ايش موشن. بيسبول كاندل، هاي كاندل مثلا، شمعة اذا بتتحرك، هاي عملنا بلاي، هاي بتتحرك الشمعة الى اخره. طبعا كلها بنضاف وين يا صبايا؟ في الاوت لاين. طبعا كل هذه عبارة عن ايش يا صبايا؟ عبارة عن موفي كليب. هي موفي كليب، هي حتى انشأ لك موفي كليب. هنا موفي كليب مكون ايش؟ انا مثلا الكاندل، في عندي الفليم مكون مجموعة من الصور، هيو في عند الكاندل نفسه مجموعة من الأشكال، كل هذه عبارة عن موفي كليبس. تمام، هاي بدي أحددها ولا ايش دي. قلنا الإضافة كيف من الكومبوننت، بس سحبوا إضافة. في عندي أيضا اللي هو ايش ممكن، الأشياء اللي ممكن نضيفها، الأدوات اللي فوق الصبايب نتعلمهم. أدوات اللي فوق تعلمي رمز أساسي. الآن بدك تحفظي شغلة أساسية F5، لا سوري F5 وشيفت F5، هذه حنتعلمها الان. او في عندك كنترول انتر. كنترول انتر ايش بيعمل؟ بيعمل بلاي للمشروع. بلاي للمشروع، طبعا كيف انا بشغل المشروع؟ في عندي ثلاث انواع من التشغيل. في عندي لو كان في عندي افكت بقدر اشغل الافكت لحاله. في عندي بلاي اللي هو اللاين نفسه، بيعمل لي بلاي للاين معين، لخط معين اللي هو او شكل معين، بس اللاين هذا حيشتغل. في عندي بلاي لكل المشروع، انا بشغل كل المشروع، بعطيني هنا ايضا ستوب لايقاف التشغيل. لانه بدنا نضيف ادوات، نضيف موشن عليه. تمام، حناخذ ايضا موضوع حفظنا عملية الاكسبورت بالمرة عشان ناخذها. طبعا قلنا احنا نحفظ وين؟ داخل ملف يكون داخله كل الريسورس تبعتنا الخارجيه، تبيكي من الداخليه. في عندنا ريسورس داخليه وريسورس خارجيه. الريسورس الخارجي الفيديو والصور الموجوده، انا باخذها من الملفات، بعملها امبورت من ملفات الانسيرت امبورت هذه. اما اذا كان عندي انا كومبوننت، الكومبوننت مش محتاج انا اضيفه لانه اساسا موجود اوتوماتيك في البرنامج، غير على الكومبوننت. لما بضيف كونتنت لازم، لما اضيف ايمج لازم الايمج تكون موجوده في الملف بتاعي، على اساس هيك لما تعمل مشروع او في الامتحان تعمل مشروع يكون داخل نفس نظام البريمير، لازم يكون داخل نفس الملف، لازم يكون داخل نفس الملف. لما اجي اصدره فايل اكسبورت، عشان بالمره نخلص الاكسبورت اكسبوريشن ايش بيطلع لي؟ في عندي عده انواع. بصدر اس دبليو اف، هذا عباره عن امتداد زي فيديو، بنضاف بنضاف في المواقع سابقا قديما في المواقع. في عندي HTML and plus SWF، هذا بيستخدم في المواقع، بدي اعمل ويب سايت واعمل فيديو داخل الويب سايت، او ما انا بدي اعمل اعلان بصمم على السوشيال ماكس ببعته للشركه او للقناه، قناه مثلا معا او على كذا كذا، بقول لهم انتم بس حطوه، خذوا الكود وحطوه في الموقع، بس بياخذوه في الموقع وخلص بيظهر عندهم التعديلات. تمام، HTML ايه؟ لا انا هقول لك احفظيه بروجكت. ها كيف انا بدي اشوف شغل سيف از بروجكت، بس انت بدك تعرفيها على اساس انت كيف تشتغلي. في عندي ضمن الاكسبورتيشن اللي هي الاي اكس اي، ملف تنفيذي زي برنامج، بينزل زي برنامج بضغط عليه اوتوماتيك بيظهر لي، مش سيت اب، على طول بيظهر لي ظهور عادي. تمام، في عندي كموفي، انا لو بدي اشغله كملف فيديو كموفي بدي ارفعه يوتيوب، بدي ارفعه على يوتيوب، ما ينفعش اعمله اي اكس اي ولا اتش دي ام ال على يوتيوب. بدي ارفع اليوتيوب بيقبلش غير ملفات الفيديو، فبحفظه اي في اي. بدي ارفع صوره على الفيسبوك في ايقونات الجيف، الجيف ضمن ايقونات الجيف، بحوله ايش؟ لجي اي اف. جي اي اف اللي هي صوره متحركه. تمام، البنج الصورة المفرغة، لو عندي صور مفرغة خلاص، الخلفية البيضاء عبارة عن خلفية مفرغة، هي الخلفية المفرغة الظاهرة عندي، فبالتالي ممكن أعمل صور خلفية مفرغة.
في عندي الاكسبورتيشن سيتنجز. لاحظي لكل خاصيه في مجموعه من او كل امتداد له مجموعه من الخصائص. هناخذ مثلا الجيف بشكل سريع. اول شيء بحدد الدايمنشنز، بقول لك يوز موفي سايز اوتوماتيك، يعني هل بدك تاخذ نفس الدايمنشن الموجوده في الموفي لابعادها طول والعرض نفس الموفي، ولا انت بتغير بدك تصغر او تكبر نفس الصوره تصغرها وتكبرها. ممكن الغيها واصغرها واكبرها. تمام. لوك اسبيكت ريشيو، عارف الريشيو ايش هو؟ اللي هو حكينا على الموفيز مش تبقى افلام تظهر بالعرض هي 16 نقطتين فوق بعض 9 او 8 6 او حاجه هيك، يا اما بدك اياها عريضه يا اما بدك اياها طول. انا بدي احافظ على الابعاد خليها لوك اسبيكت ريشيو، بحيث لما يصغر او يكبر ما يصيرش مضغوطه لا بالطول ولا مضغوطه، فانا بفضل نكون محفوظه هذه. تمام. make frames movie longer by frames، ممكن انا اطول مده الفريم، اطول مده الفريم يعني اخلي الفيلم يعني مثلا ثانيتين ازيد خمس ثانيه اللي هي خمس فريمات او 10 فريمات حسب انا قديش حاططها، بعدها يعيد الفيلم من اول جديد يعني اعطي له فتره سماحيه. allow changing for frame rate during يعني اسمح بتغييرات في الفريم ريت معدلات الفريم اثناء التصدير حسب ما هو بصدره، وعدد الالوان لاحظ الالوان نسبه الالوان موجوده عندي في الشكل لانه الجي اي اف بتاثر بالالوان بقلل الالوان ممكن تتخلي، كل ما قللت الالوان كل ما صغرت حجم الملف. لاحظ اغلب الجي اي اف صور صغيره او ابعادها قليله، ليش؟ عشان هي اساسا فيها موشن فيها حركه، فبحاولوا يصغروها بحيث انه يتم رفعها بشكل سهل وتنزيلها بشكل سهل. فكيف طريقه التقليل؟ من خلال نقلل الكلام. اللوب، ايش يعني اللوب؟ الدوران، انا اضلها شغاله قديش فور ايفر، يعني انه كل ما تخلص تبدا من اول جديد، كل ما تخلص تبدا من اول جديد بخليه فور ايفر. ولا انا بدي احدد مره واحده او عدد من المرات، يعني بدي تظهر او تلف خمس ست مرات، خمس مرات بعدها وقف، ولا بدي اياها في فور ايفر. عاده في الجيف بخلوها دائما ايش فور ايفر، دائما بكون الافضل فور ايفر، انه بس تخلص تعيد تاني، بس تخلص تعيد تاني.